ربنا عز وجل أما بيصطفي حاجة بيبقى يعني عاوزنا نقتدي بيها، فاصطفى من البشر الرسل، واصطفى من الأرض مكة، واصطفى من الكلام القرآن، واصطفى من الزمان رمضان. جاء رمضان ليحرس كل الزمان، يعني كل السلوكيات اللي بنكتسبها في رمضان مفروض تنسحب معانا على العام كله. ماذا نفعل في رمضان؟ إزاي نغتنم ونستثمر كل دقيقة في الشهر الكريم؟ أول حاجة الصحبة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. احنا بنتدرب في رمضان على ان احنا نؤدي العبادات زي التراويح والتهجد في جماعة عشان نستشعر أهمية الحاضنة الإيمانية، فيتعلم كل واحد فينا أنه تكون له صحبة صالحة تعينه على الطاعات وتحميه من المشتتات. تاني حاجة القرآن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القرآن لازم يكون يعني له وقت كبير في كل يوم من أيام رمضان، لأن القرآن هو فيه يعني بصيرة يهدي للتي هي أقوى. القرآن وسيلة لجمع الحسنات، يعني من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هو من أجل العبادات وأقرب القربات لله عز وجل. بركة، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويوسع على أهله، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين. ثالث حاجة يعني لازم نعملها في رمضان وهو إيه؟ اعبد الله فيما أقامك الله فيه. يعني كل إنسان بيأدي دوره في الحياة بيأدي طاعاته بإتقان، بيرتقي بذاته، يتعلم أكتر علشان يحسن ما بين يديه. كمان عندنا خريطة الدعاء، لازم نكون مجهزين خريطة الدعاء بخيري الدنيا والآخرة لك والأحبابك بكل التفاصيل التي تتمناها، فخزائن الله ملأة. ما ننساش العمل الصالح، فالطريق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. لازم لكل مؤمن يكون نصيبه من العمل الصالح، مفيش حد مننا إلا ربنا حباه بموهبة يقدر منها يقوم بعمل صالح. لو كانت الموهبة دي يعني حكمة فهو يعني بينصح الناس، لو كانت خبرة بينقلها، لو كانت علم بينقله، لو كان مال بينفقه. المهم انه يكون دايما عنده يعني حسن حديث بيصلح ذات البين، لكن لازم يكون له نصيب ايه من العمل الصالح.